اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واقبل صيامنا وقيامنا، واقبل صيامنا وقيامنا، ولا تجعل لنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو أكبر مما نخاف ونحذر، نسألك العافية من كل بلية، نسألك العافية من كل بلية، والسلامة من كل رزية، يا رب كل البرية. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون، والوباء وعموم البلاء. اللهم وفق إمامنا وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، وكن لهم عونا ونصيرا، ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، والقائمين على صحتنا. اللهم اجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.